أوصي نفسي وإياكم إخوتي الكرام أن نجعل القرآن قوتا لقلوبنا، وكما أن أحدا لا ينسى طعامه إن نسي الفطور والغداء فمن المحال أن ينسى العشاء. إن كنت صائما لا يمكن أن تذهل وتنسى عن الفطور، كذلك اجعل القرآن قوتا لقلبك لا تنساه أبدا، ومهما انشغلت أو شغلت بأي شيء آخر فاجعل ختام يومك أن تتلو كلام الله متدبرا لمعانيه مهتديا بهداه.